Well, to be sure, if this nuclear إذا كان لهذا الاتفاق النووي أن يعاد إحياؤه، فإن إيران سوف تتمكن من الوصول إلى المزيد من الأموال، وهذا من شأنه طبعا أن يقوي السلطة الإيرانية والذراع الإيراني في العراق، وهذا بالطبع مثار للقلق بالنسبة للفصائل العراقية التي ترغب طبعا في أن ترى إيران أقل تدخلا وأقل تورطا داخل العراق فيما يتعلق بشؤون العراق. ولكن في ذات الوقت فإنه من المهم أن نضع في عين الاعتبار بأنه إذا لم يكن هناك إعادة لإحياء الاتفاق النووي، سيكون هناك فرصة أكبر لنزاع مسلح جديد يندلع في الشرق الأوسط. والعراقيون يعلمون تماما بأن مثل هذا النزاع المسلح يمكن له بسهولة أن يدخل إلى العراق، وفي رأيي فإن هذا يوضح لماذا إن إعادة إحياء الاتفاق النووي هو أمر إيجابي من أجل العراق ومصلحته الأمنية.